شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده، من الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده؟ في ايه؟ مالك ساعة في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ طب والله اخرج لكم بلبوص، مش هم التجنود في البيت. طب يلا يلا. يا منى، منى، منى مينو؟ المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. خدوا قصدي الهواء في الباب، اتفضلوا. تليفونكم عطلان ولا ايه؟ ما بيجمعش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ أنا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. إحنا اتقابلنا فين؟ أنا برضو بشاب على حضرتك. أنا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في أبو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. أنا فعلاً كنت بزور بني سويف والحضرة وأبو زعبل بحكم شغلي، لما كنت بفتش على السجون هناك. بس أنا شفتك قبل كده. هناك؟ أنا أصلي بقى إيه؟ مش بزور الحتت دي. أنا أعتبر مقيم هناك. إيه ده؟ لا مؤاخذة الدبانة معلش. مظبوطك إيه يا باشا؟ مظبوط، مظبوط، مظبوط يا ولد. إيه؟ مظبوط. وبعدين بقى يا منى، منى، منى. الدبانة أصلها هنا. طب ما هو البواب؟ مبلمة كده ليه؟ اتحركني. ها؟ وأخبار الداخلية إيه؟ عاملين إيه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص حدش غد دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي. يا ابني احمد، احمد شويه. طب انا ايه؟ قلنا خلاص خلاص يا ابني، خلاص اعمل معروف، سيبك حالك، ارحمها وارحمنا. فانا علي مجنون يا حاج. ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان متضايق عندك. ايه؟ اثبت. اهو اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانية على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستلو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمة. انت مين ده؟ ده حلف القبها ساعتك. وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تهدموه هدموه. ايوه فاضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم، ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني كده باشا؟ صلى على النبي يا باشا.